المحاضرات السابقة أخذنا طبعة، أخذنا برايمري وأخذنا فاينل، وابتهمنا شنو الشهر العلمية بهايت. هسه نجي اليوم شنو عندنا المحاضرة الفاتت؟ صدق وعيني. زين، المحاضرة الفاتت أخذنا التي أم جي، ابتهمناه والحركات مال الماندبل. اليوم راح نجي على شنو؟ على الجوريليشن. جوريليشن من حنسوي السنتريك، يعني هسه راح نجي سنتريك مالتنا خطوات عمليه. زين، المحاضره ترى هي يعني بها هوايه اشياء عمليه، فركزوا وياي حتى اذا فهمتوها تقدرون تشتغلون راسا انتم على بيشنت كومبليت او سيمي كومبليت. يعني اللي عنده سن واحد منا او سن واحد منا او سنين بسنين ما عنده فيرتيكال دايمنشن، هذه راح تقدرون تسووها. اللي هي شنو هي؟ هي ثلاث اشياء احنا نسويها بالسنتريك. اول شيء اورينتيشن اوف اوكلوزال بلين، هسه راح اشرح لكم اياه شنو هو. زين، عيني فيرتيكال جوريليشن والهوريزونتال جوريليشن، هسه بالتفصيل راح ناخذ. اليوم راح ناخذ اول اثنين. اول شيء ايش نحتاج احنا حتى نسوي سنتريك؟ بايترن. نحتاج ريكورد بيس وبايترن. زين، اريد احد وحده شاطره يفهموني ليش ما نسوي ريكورد بيس مالتنا واكس؟ لدرجه انا بدي اكون ثابت. عافية، حتى نحصل استابيليتي. إذا هو واكس، إذا القاعدة واكس، مع أكو مرات تكنيشنز اللي يشتغل يم تكنيشن، مرات أكو تكنيشنز يقول لكم هاي حالة سهلة، تشوفون جاب لكم شيت واكس مسوي على شكل ريكورد بيز وحط فوقه واكس. صحيح. أبد لا تقبلون تأخذون طبعة، تأخذون سنتريك بهذا، لأن بس يدوس المريض القاعدة مالتكم مو ثابتة، رأسا تصير بيها فليكشن، عرفتوا؟ رأسا تتمدد تأخذ شكل الدوسة مالتنا. فذاك الوقت شنو الدوسه مالتنا؟ الدوسه مالتنا ما صارت ستيبل، من تقعدون ابر على لور الكاستات عليها ما راح تطلع مثل حق البيشنت، دائما يصير عندكم ايرور. لذلك الريكورد بيز مالتي اريدها اكريليك او اكو شلك بيز ماتيريال، اللي هي شنو هذا؟ هذا نوع من الفيشن كومباوند، نوع من الواكس بس كلش قوي. هذا همينة ممكن يستعمل، يعني اي شيء بس يكون قوي. الواكس مالتنا بشروط معينه تذكروها انتم ماخذيها من الدكتوره غاده ودكتور احمد، وراها الدكتوره غاده هي اللي نصحنا كومبليت نحكي. زين، عيني مواصفات نمشي عليها كلها. زين، اكو شغله كلش مهمه طلاب الخامس دائما يغلطون بيها وانتم تغلطون بيها، اللي هي شنو؟ الواكس الاكريليك مالتنا الثيكنس مالته ما يهتمون به، يقولون هو راح يذب. هو فعلا راح يذب، بس انا الثيكنس مالته مهم. ليش بتتخيلون مهم الثيكنس مالته؟ ارتفاع الواكس يعني اي اوكي ايش حيسوي؟ ياثر على شكل شلون؟ دكتور قلنا يتعرض وين المحل المصنع؟ هسه مثل ما قالوا جماعتنا هنا ايش صار عندنا؟ اول شيء عندي انترفيرنس ويا تشيكس، انترفيرنس ويا المسلز اوف فيشال اكسبريشن، اول شيء هاي. ثاني نقطه مهمه كلش، انت قلتي ارتفاع الواكس، هو الواكس شنو الفائده بعدين من عنده؟ اشيله اش احط مكانه؟ اسنان. زين، انا اذا حاطه، اذا الاكريليك مالتي ثيك، تخيلوا هذه هاي مكانات تخيلوها ثيك، والكرست مال الريكورد بايز مالتكم همين ثيك. اذا ثيك ما راح اقدر من تجون انتم خلصتوا السنتريك صبيتوا على الارتكيليتر دصفتون هسه سنون. اذا الاكريليك مالتكم ثيك كلش ثيك، مرات تجيبون يا طلاب كلش ثيك، معناها من حنحط احنا الاسنان ما راح يكون عندي سبيس الها، راح اسوي جرايندينج واشيل من عنده واشيل من عنده عمود اثبتها، تفهمون شنو؟ ف يلا عيني. زين، لذلك انتم تبقون لازم تحافظون على الثيكنس مالتها. واحد ونص ما تتجاوزون واحد ونص، اقل بعد احسن، عرفتوا؟ كل ما يكون ثن كل ما يكون احسن، خاصة المكانات اللي عندكم بلكينس بحق البيشنت، يعني مثلا هاي مكانات الاندر كات اللي بارزة كلش، هاي احنا اوريدي نسوي الاكريليك مالتنا اقل شيء، ومرات نزرفة للاكريليك. ترى الثيكنس مالته واحد ونص مال الاكريليك؟ اقل، هاي الدنشر الفاينل دنشر مالتك لا تسوي اقل بعد، تعرف؟ واحد ونص ملي دا احكي، يعني كل مو يعني شلون؟ واحد ونص هم هون دا اقول لك انت اكو هاي اكثر شيء انت تسويها، انت تسوي بعد اقل همينه، لا كلش اقل انت تسوي، اكو اماكن قلت لك اصلا تزرفها، يعني ما تبقي، لان انت الاسنان مالتك اكريليك، احنا نريد اي شيء بس يثبت لي الواكس بعدين عافيه. مرات شنو؟ مرات يعني انتم خاصه بالمنطقه الليبيال، مكانات الليبيال او مكانات اللي عندنا شو اسمه؟ لا مو هاي المكانات، لا مثلا عندك اماكن تحط بيها الاسنان وانت الفري واي سبيس كلش قليل، هسه نفهم شنو الفري واي سبيس. اذا الفري واي سبيس مالتي كلش قليل سووه زيرو الاكريليك كله شيء، عرفتوا؟ هي الفكره بس واكس يبقى، ها عندي
دكتور مو هو احنا لا شلنا الاكريليك قبل المختبر راح خلينا دنشر واكريليك راح يصير ما يعني لا 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 مو هيجي انت شنو الفكره باو انت بعدين هسه حطيت التواكس وحطيت اسنان عليه الاسنان مالتك اكريليك وحطيت انت ما لزقتها على الظرف مال الاكريليك راسا انت حطيت واكس بيناتها عرفت ايش حيصير انت ابو المختبر من حيسوي واكس اليمنيشن راح يشيل الاكريليك ويشيل الواكس والاسنان تبقى على الصفحه الثانيه هذا السبيس اللي بقى كبير او صغير راح يتعوض اكريليك هاتو كيور اكريليك عرفت الاسنان مالتك اكريليك وهذا واحد يدعم الثاني لا عبالك راح يصير زرف وراح يقعد هو على يعني حيكون لا ما راح يكون هول وما عندك انت هذا الهول اللي احنا سويناه عوضناه بواكس ما يقعد السن هيك على الهول راسا هذا الواكس ايش قد انت حطيت انت هم كميه واكس ما عرفت هيك كله يتعوض اكريليك عفيه كله راح يتعوض اكريليك بس بما انه احنا هسه ترايل او بدنا نسوي سنتريك فمو مشكله انا عندنا هسه ترايل مو مشكله خليه يتزرف يصير بيه اشكالات شكله مو كلش حلو مو مشكله بعدين كله ينشال ينحط بمكانه يونيفورم هوت كيور اكريليك عرفت زين هسه نشتغل على هنا عندنا بهاي زين هسه نجي اكلوزر مالتنا هم تعرفون المواصفات مالتها انتم ماخذيها زين حنصفط عليها الاسنان يعني باعوا الاكلوزر مالتنا الواكس هذا شغلتين راح يفيدني اول شيء اثبت عليه السنتريك ماتي سنتريك ماتي يشمل لي هاي الاشياء الثلاثه اورينتيشن اوف اكلوزر بلين فيرتيكال هوريزونتال ثبتناها على الواكس ابر ولور ريكورد بيس والواكس ترم بعدين وراها من اصبع على الارتكليتر الواكس هذا راح ينشال ينحط بمكان شنو عفيه اسنان وبقية الواكس اللي صاير ليبيالي وبكالي هذا شو اسوي اسوي الكونتور مال الاوتر سيرفيس مال الدنتشر مالتي على مود يكون ان هارموني وذ مسلز اوف فيشل اكسبريشن ويا شو اسمه على مود لان هسه تشوفون السبورت مالته فيشل اكسبريشن ما عدا بوني وبوني انسرشن وبوني اوريجنز عرفتوا تحصل السبورت بس من منو من الدنتشر مالتنا من الالفيولر بروسيس همينا زين هسه نجي ايش حنسوي هذا عندكم تعرفوا هذا اللي هو شو نسميه فوكس بايت بالعياده انتم عندكم انتم ما عندكم بالعياده لان هو انا جايبه واحد بعياده الخامس هذا هو راح اجيب لكم واحده بنحطها يومكم احتياط هذا شنو الفوكس بايت باعوا بالنسبه لكم اذا تحتاجون احد يحتاج فوكس بايت تعالوا لي انزلوا لي العياده الخامس زين عيني عندنا احنا واحد جبتين انا جبت مالتي فعلى هاي يعني هذا شنو هو هذا فوكس بايت شنو الفائده من عنده حتى اشوف الباراليزم هو الاورينتيشن اوف اوكلوزال بلين اوكلوزال بلين احنا نسوي الابر هسه راح نشوف شنو الاورينتيشن لا تخافون نفهم شنو الاوكلوزال بلين احنا الاورينتيشن اوف اوكلوزال بلين نشتغل ابر واللور فول شنو شوفوا هنا شوفوا لي هاي الضحكه الابتسامه هذه الابتسامه شوفوها ايش طالع هنا انا ايش تلاحظون ايش عندها كيناين ايش فيها بارزه اكثر هي بارزه اكثر ايش عندك عندك مرتفعه اوبن بايت عندها انتيريور ساعده الكينايز بارزه بهيك حاله عرفت هنا ايش يسموها قارنوا لي هاي الابتسامه بهاي الابتسامه ايش تشوفون طبيعي دكتوره غير شوف اللور بس اشوف جيك لا هسه انا شوفوا لي هالابتسامه ويا الحركه مال اللور لب زين شوفوا لي الابتسامه تقدرون تعطوني فد هذا الحج هنا هذا لابس زنجر شوفوا الابتسامه ايش تلاحظون نبض اللور اللي يغطوه نبض اللور اللي يغطوه اللي من الاباتين لا مو هاي لا مو هاي اكثر شيء اهم لا هاي ما تقدرون تقيسوها لازم تجون على اللاترال فيو حتى لونج تيث وسمول شلون كلوزر بلين كلوزرلي مين نازل يعني نازل على اللور نازل بوسير يا لا دكتوره هذا الحجي زين هسه انت تقولون يا اخي اصح هذه لو هذه يا هي الابتسامه الاحلى الرايت زين تدرون هنا ايش يسموه هذه هي السمايل اللي هسه الهوليوود سمايل واي سمايل تعتبروها طبيعيه هي هاي السمايل هذه السمايل صاير عندي من ده تبتسم بس هسه هاي لو تفتح شفايفها اكثر حتشوفون الاسنان الخلفيه تبين اكثر من الاسنان الاماميه يعني حتى الاوكلوزال سيرفيس مال السكس والسبع احتمال تشوفوها بينما الابتسامة الصحيحة مو الصحيحة هي بس الأحلى الابتسامة اللي بمعايير العالمية إنه هي الابتسامة الجميلة من يبتسم الواحد تبين الأنتيريور والأوكلوزر بلين ماتي ديجريديتينج إلى أن يصير زيرو يصعد مو زيرو قصدي بس يصعد يعني أوكلوزر بلين ماتي هذا اتجاه المفروض عرفتوا؟ هاي شدي يصير عندهم الصورة أي والحجي إيش صاير عندهم هيك الأوكلوزر بلين مالتهم
عرفتوا؟ هذه بحيث شنو هذه؟ من يبتسم أو يضحك الأسنان الخلفية تبين أكثر من الأسنان الأمامية. عرفتوا؟ إذا هي ناتشرال وحد، هاي مثلا هنا عندها أوبن بايت تسوي أورثو، هاي وحد ما لي علاقة. زين ناتشرال ما لي علاقة. بس إذا دا أسوي أني دنشر كومبليت دنشر ما أنطيه هيك ابتسامة، من يضحك تطلع لي الأسنان الخلفية مالته. عرفتوا؟ لازم أسنان الأبر الأوكلوزال بلين مالتها يمشي ويا الابتسامة ويا اتجاه اللب مالتها مال بيشنت. عرفتوا؟ الابتسامة مالتي هيك الأسنان مالتي شو تفضل. هاي شلون أحصلها؟ ما أقعد عينك ميزانك صعد نزل والله هاي يلا، مو هيجي. أكو طريقة أسهل اللي هي نستعمل نستعمل الفوكس بايت. هذا هو الفوكس بايت. فوكس بايت أثبته من الثبتو طبعا، مو بس نلزمه من قدام. هاي شحسهون هذا راح يفوت على التنكر، لا هذا ينحط بالأبر. إحنا الأورينتيشن أو كلوزر بلين بس نشتغل بالأبر، واللور يعني يتبع. عرفتوا؟ اللور راح يتبع لأن الابتسامة مسؤول عنها الأبر تيث ماكزيلاري أبر أنتيريور تيث، هي هاي مسؤولة عنها. ماكزيلاري أنتيريور تيث هي المسؤولة عن الابتسامة، لأن عادة الأبر راح يصير عندنا أوفرلاب على اللور. زين هذا الفوكس بايت شو نسوي بيه؟ هذا ندخله بحلق البيشنت باعه، هذا يفوت، هذا ينحط على البايترن مال الأبر على الواكس هيك نثبته. عرفتوا؟ يعني هيك البيشنت مثلا هيك ألبسه بحلقه احطه هيك اثبته باصابعي تزمول الاخير باعه هنا. ونجيب قلم مسطره بكيفكم نشوف الانتر بيوبل لاين. هاي انا لبسته وهيك لبسته حطيته انتر بيوبل لاين، يعني الخط اللي يوصل بين التو بيوبلز مال الايز. اذا شفته متوازي كل الزين، اذا شفته هيك ايش تتوقعون النتيجه النهائيه من صفه الاسنان شو راح تصير؟ الانتيرير اعلى والبوستيرير لا هيك هيك عندك تتبع عفين عفين. ايش حيصير عندكم؟ حيصير عندكم هاي الصفحه عاليه متغطيه بالشفايف، هاي الصفحه نازله نازله من الشفايف مبينه اكثر. يعني هنا احتمال واحد من اللي مطالع من الانتيرير تيث، هنا احتمال لا هنا احتمال طالع لفد 3 ملي مثل هاي الصوره عفية. هسه هنا شوفوا هنا عدها هنا ميلان شفتوه؟ زين هذا اول شيء بيجي حاله شو نسوي؟ نطلع ونعدل، نعدل الواكس الى ان ارجع اشوف صار الانتر بيوبل لاين بارالل. هاي شنو تاكدت من موازاه الانتيريور سيجمنت. هسه نجي بوستيريرلي، شلون اشوف بوستيريرلي؟ خمو من يبتسم يصير عندي ريفرز سمايل الاسنان الخفيه تبين، راح احطه واشوف الاله تريقص. شنو الاله تريقص؟ الانفيريور مال الاله اوفر ذا نوز والميدل مال التريقس النص مال الاذن، هاي التريقس مال الاذن. فألا تريقس اشوفه هيجي، اذا شفته هيجي صاير هيجي صاير معناها شنو؟ اذا هذا نازل هيجي بينما هذا عافيه بوستيريور راح يكون نازل اكثر، بوستيريور مالتي راح يكون نازل معناها ايش حيصير عندي؟ خلينا نشوف الصوره. هاي الصوره هذا ايش صاير عنده؟ هاي انواع الابتسامات، هذه هي الابتسامة الأجمل، هاي ابتسامة تكون هيك عدلة ما it's not following the lower lip. عرفتوا؟ هنا لا هنا بالعكس، هذا من يبتسم تبين البوستيريور تيث، هاي عادة بالopen bite. زين إحنا بالcomplete denture صير كل شيء واي عندنا إذا ما سوي orientation of occlusal plane بجلسة السنتريك. ليش؟ إن هو واكس وأنا دا أحطش ما أدري إني أنا شلون صايرش، يعني لازم أشوف الأناتومي of the rest of the face و I have to follow. عرفتوا عيني؟ زين هذا ايش صار عندهم بيجي حالة من حطوا الفوكس بايت؟ صار الفوكس بايت هذا نازل من نانا بينما هنا الألة تريقس ماتي هيجي صاير. عرفتوا؟ هيجي حالة ايش حيصير عندي؟ الأسنان تصفط عالي والأسنان الخلفية أسنان أمامي تصفط عالي والأسنان الخلفية تصفط ناصي، من يبتسم تطلع الأسنان الخلفية. وصلت الفكرة؟ أكو أحد ما فاهمها؟ مرات هاي المسطرة ما نحتاجها، هي تبين قوة هيك. لا ما يخاف، صح مرات تبين، بس معظم الأحيان أنت تحتاجها. شلون حتشوف الأسنان الخلفية؟ شلون حتشوف الواكس بوستيريور؟ والكومبليت ما لا إذا عندك بارشل واحد، أنا ما أحكي عن بارشل، بارشل هسه هذا مو أوبن بايت، تحط له أنتيريور تيث تبقي أنت تحط له مثلا خلينا نقول سنترال واحد بس، سنترال لاترال بس تحط له، لازم يشوي ويا السنترال واللاترال اليمين. زين؟ بس اذا انت بدك تسوي كومبليت لا لازم تسوي انت هذه لازم لازم تسوي شو اسمه اورينتيشن اوف اوكلوزال بلين. لا تمشي عينك ميزانك عرفت؟ انا اقصد انا المسطره الثانيه اللي
تحرك عليها القلم. اي لا اي شيء اي شيء انت اي ما يخاف. صح صحيح. بس باوع اذا انت عندك خبره ما بيها شيء. عندك خبره ما ما, ما عندي انا بس اعطيك اشياء ملموسه على مود شنو انت يا باوع. مثلا واحد يقول لك شلون تسوي الشاي سهله مي يفور وحط له شاي مو صح. بس هي كنا نسوي نفس الكواليتي مال الشاي. لا لا ليش اكو شغلات اسنس اساسيه يعني يعرفها ابو الخبره. ابو الخبره يشوفها سهل هو مي فاير حط له شاي قبضه عفوا دقيقه سده صبه زين. انت تجي تسوي يطلع يلعب النفس انا اسوي يطلع يلعب النفس محروق ما دا نفهم شنو السالفه دا تفهمون شنو القصد زين. فانا شنو دا انطيك انا دا انطيك الطريقه اللي هي اللي بحيث انا اذا ما موجوده تقدر تشتغل وحدك وتطلع نتيجه تخبر حالك من حالي زين. نحط مسطره ثانيه هي حتى اللي يجي هسه ادز لكم اياها اذا تيدون احد خليجي ياخذها من عياده الخامس اليوم اذا تيدون. هاي المسطره دا اقول لكم عليها هي تجيك مسطرتين واحدة حتى بيها هنا اكو النوز ريست حتى تحط على البريدج اوف ذا نوز وتشتغل بيه حتى تشوف الاورينتيشن زين. ليش انه حاسبين حساب مو الكل راح تقدر تشوف على عينك ميزانك عرفت زين. هسه نجي هسه الجايد لاينز اللي مفروض ترسم هسه احنا سوينا اورينتيشن رتبناه زين. اشياء اكو همين مهمه نسويها نرسمها على الريكورد على البايترن مالتنا على الواكس يترسم على مود نصفط الاسنان على اساسه اللي هي شنو الميد لاين. ميد لاين كلش مهم كلش كلش مهم. انا الباقيات ما اسويها بس هذا كلش مهم اسويه زين. ميد لاين ترسموه عاده الفيشل ميد لاين نمشي عليه. فيشل ميد لاين شنو يعني نمشي عافيه وحتى النوز هم تنتبهون ترى اكو ثلاث اربعنا عندنا سبتال ديفيشن زين. فتنتبهون النوز فلترا شو اسمه الليبيال فرينم كلها تمشوها مرات حتى اذا مرات كلش مرات الانسايسيف بابيلا هم تساعدنا تحددون وين مكانها تمدوا ترسموا القلم القابيه وتلبسوا الريكورد بيس وتاشروا زين. عيني اكو هاي مال كينين امينس مكان الزاويه كينين امينس هسه كنا عندنا كينين امينس نقدر همين نمد خط من هنا حتى نحدد الوينس مال الانتيريور تير عرفتوا؟ واكو شغله مهمه من يبتسم البيشنت هاي ترى كلش مهمه انا ما اسويها بس هي كلش مهمه بحيث يصير وايه وايه خربطه اللي هي شنو هي؟ بيشنت من يبتسم اقول له ابتسم وارسم خط ابتسامته. ليش؟ من يروح البيشنت انا اصفط الاسنان ما اتذكر وين مستوى شفايفه لان المفروض هسه اراوكم شنو بلكي الصوره وراها موجوده. شوفوا هاي مهمه هذه شنو تعرفوها مو؟ شنو هاي نوع السمايل؟ هذه السمايل نورمال هاي الليب مالتنا نورمال. هذه عندها لونج ليب هاي مبتسم هلقد بس طالع من الاسنان هاي ناتشرال مو فد مشكله بس من دا اسوي اني كومبليت دنتشر احاول اتجنب الجامي سمايل هاي اتعس سمايل زين. اذا انا دا اسوي كومبليت دنتشر باو على فكره هي مو اتعس هاي غلط اني اقول هالحكايه بس بمعايير العالميه هاي دا يعتبروها من الاشياء اللي مزعجه ما يعتبروها علامه من علامات الجمال وهي يعني مثل ما هسه صارت الشفايف السخينه هسه موديل بينما قبل بالثمانينات كانوا يعتبروها كلش ما حلوه ما شبيها شفايف حتى براطم كانوا يسموها عرفتوا. فشنو معايير الجمال تتغير ترى هي موده مثل الهدوم عرفتوا جديات والله مو عبالكم معايير الجمال ترى تتغير عدالك. هسه انا تفاجئت ذاك اليوم كلاس 3 عندي الميل يعتبروا فد شيء كلش اتراكتف كلاس 3 اشتو اج مو ريفرس يعتبروا كلاس 3 فد شيء كلش اتراكتف يعني تعرفين شنو بينما هي منتجين عليها علميا هي خطيه يعني احتمال كلاس بعد عندها بوستيريالي عرفتي شنو؟ زين هسه هنا من اني احدد ضعوا هنا اسمعوني من اني حددت هذا الخط من اني حددت الهاي لاين اكو عندكم هاي لاين ولو لاين. هاي لاين من يكون الشخص مبتسم ابتسامه من كل قلبه ارسم خط على الواكس. ليش؟ على مود احاول قدر الامكان من اصفط الاسنان مالتي مثلا هسه هنا هاي اذا نفترض هذا كومبليت دنتشر هنا أنا شنو المفروض أستعمل أسنان أكبر على مود من يبتسم الشخص أكو عندكم وايد استاتيك وبينك استاتيك عندنا إحنا بالدنتستري من نبتسم إحنا ابتسامتنا بيها جزئين
جزء بينك وجزء وايت، مو صح؟ لازم اكو تناسق بيناتهم. احنا من يكون الوايت استتيك اكثر من البينك راح تعتبر الابتسامه حلوه. زين؟ هذه هنا أنا البينك صار اكثر او يساوي الوايت. صارت شنو؟ قام سمايل. فاني اذا بدي اسوي كومبليت دنشر واي هاف فول كنترول، عافيه، شو احاول اسوي؟ احاول احصل انه الوايت يصير عندي اكثر، يعني اسوي الابتسامه اللي العليا اللي بالرايت. يعني معناها شنو؟ اسوي الهاي لب لاين ااشرها، الهاي لب لاين اللي يكون مبتسم من كل قلبه. زين؟ ااشر وين؟ على مود الاسنان مالتي اصفطها على هالاساس. عرفتوا؟ هاي اسالكم بهواي، يمكن هسه راح اعممها على الخامس احسن. لان هم تصير عندنا مشاكل بيوم الترايل، بالترايل يبتسم البيشنت ابتسامته اشوف انه لا هواي طالع من الواكس. عرفتوا؟ ليش؟ لانه اني ما بدي اقول لهم يحددوا لي هذا اللاين. عرفتوا عيني؟ زين، خاصة اللي يتعامل ويا تكنيشن، التكنيشن حيشوف بس واكس لزق على واكس ويشوف الميد لاين. ما يعرف ايش قد ابتسامة البيشنت، ما يعرف ايش لونج ليب، شورت ليب، ما يعرف شنو التفاصيل. كومبتنت ام كومبتنت؟ لا هي لازم كومبتنت، لازم كومبتنت. هسه تشوفون فيرتيكال، هسه راح تشوفون بالفيرتيكال. زين عيني؟ فشنو؟ من اني ارسم له احدد له فراح يعرف ها هاي. طبعا اذا اكو تكنيشن زين هو المفروض لا باعه مو راسا انتم اي حتى نذبح على التجربه مو على التكنيشن لا باعه هو التكنيشن انا اقدر اوجهه. مشكلتنا احنا انا اودي له طبعا انا حلوه انا بدي احكي لكم عن نفسي يعني الفيليرز اللي صارت عندي باستثناء وحده الباقيات اي فيليير صار حتى بالدراسات. اول كيس سويت لها انسرشن صارت لا كومبريتنشن ماكو اي ريتنشن. وقتها نفس السبيشال تريماتي شنو كانت التعاسه مالتها نفسها اجتني فاينل. عرفتوا؟ يعني يوم الانسرشن يعني اعترفت بخطئي مو على شيء حتى اعرف شلون اصلح. ما ذبيتها مثل ما كنت بقيتكم انا حتى اقول التكنيشن. عرفتوا؟ بس لا هي مو تكنيشن ترى مو انا مو دفاعا عنهم ترى. بس اكو واي اخطاء تصير من عندها لان انا وديت له طبعه تعبانه. زين؟ انا وديت له طبعه صار بيها فراكتشر وصاب لزقت الاسنان بالقوه. انا مس دايجنوسس من عندي. زين؟ انا وديت له شيء غلط مال اسنان سنتريك مالتي غلط. هواية يعني اكو تفاصيل كلش هواية. وديت له بس واكس متلزق شيء على شيء وقلت له سوي لي دنشر. زين؟ ما يعرفوا الشفايف ما عنده سوفت تشو تكنيشن. عرفتوا؟ حتى احنا اذا بدنا نشتغل بايدنا اوكي البيشنت شفته اني بس وراها شلون يعني وراها ارجع للبيت اني انسى وين مستوى الشفه مالته ما اتذكر تفاصيل. فاحنا شنو؟ لازم نثبتها كلها على الواكس. اذا انا اشتغلت زين صدقوني صدقوني التكنيشن مالتكم راح يتبع يمشي على حدكم. عرفتوا؟ زين هسه سوينا احنا هاي السمايل افتهمناها. هسه بعد شنو همينا؟ اكو نقطه كلش مهمه. هسه احنا انا شو اقول للطلاب اللي دا يسوون كومبليت دنشر؟ دكتور هسه يلا عندي سنترك شو اسوي؟ عندي هاي قاعده يلا روح اشتغل وحدك، شو اسوي دكتوره؟ لبس الابر؟ اقول له عوف اللور مالك علاقه، شتياك والله؟ اللور عوفوه، هسه محاضرتنا اليوم بس ابر راح نحكي. زين؟ عوفوا الابر، عوفوا اللور بس ابر. ابر لبسه اريد لب سبورت، جود لب سبورت، وجود تشيك سبورت، واريد طالع من الشفايف. هو هنا أنا بالمحاضرة كاتب لكم 2 مليم، أنا بالنسبة لي أريد 1 مليم لأنه أنتم عادة من تصفطون الأسنان هم راح تنزلوا لي إياها مليم ثاني. عرفتوا؟ فـ 1 مليم أو 2 مليم، أوكي. عرفتوا؟ إيش حتسوون؟ أقول للطالب اللي عنده كومبليت أقول له يلا أخذ الأبر، لبس الهيال البيشنت فاتك، أريد لب سبورت وتشيك سبورت وأريد 1 مليم طالع من الشفة مالته. زين؟ دكتورة شلون مالك علاقة؟ سوي لي هذا وصيحني. أنا هيجي أقول له. يروح. شنو الجود سبورت جود سبورت لب وتشيك سبورت؟ يعني ما اريد اجي اشوفه زين ولا اريد اشوفه هاي كلها ديبرست داخل الشفايف مالته. خليني اشوف يمكن عندي صوره لخ حاطت لكم اياها. ها مثلا شوفوا هنا هاي اوفر سبورت تبدا تشوفون شلون الابر شوفوا شوفوا اللب شلون بارزه كلش شوفوا لي هنا شلون ديبرست هاي اللور مثلا هاي هم هاي شويه ديبرست بس يعني هسه هاي بعدين نجي عليها هاي شنو؟ عرفتوا عيني؟ زين. زين، بعدين وراها شو اقول له؟ هسه قلت لب سبورت وتشيك سبورت، اقول له اريد 1 مليم طالع من الشفة. ات لور لو لب لاين، مو هاي لب لاين هنا، يعني من يكون مرخي. لو لب لاين هو من تكون الشفة راخية، هاي لب لاين من يكون البيشنت سمايلينج. زين؟
فباللول بلاين اريد طالع من الاسنان 1 مليم او 2 مليم، ما اريد اكثر. اذا من المرخي تشوفون الاسنان كلها طالعه، يعني هذه كلش احنا منزليها للاسنان، عرفتوا عيني غلط. هسه احنا كنا من مرخين اكيد باختلاف طول الشفه، بس نو ما دي من يكون مرخين طالع بس الانسايز الاجز اوف ذا انتيرير تيث، عرفتوا؟ هذه احنا نتحكم بيها مثل ما قلت لكم، لان هذا كومبليت اكيد. مثل ما هم قلت لكم، يمكن حكيت لكم مره مثال على طالب كمال الدين من كان صف رابع بقتكم بهذلته، قلت لكم عليه؟ لا. روح تعال روح تعال 3 مرات يجي على ترايل وما عاجبني، بعدين وراها جابت البيشنت صورتها طلع هي اصلا يعني ايام شبابها ما كانت تسنون عندها اسنانها هي شفتها شورت وكلها طالعه، يعني من تكون مرخيه اسنانها كلها طالعه. هنا انا ما راح اقعد اسوي هاي البلاين ولو البلاين ولا والوايت استاتيك، وهي هاي ناتشرال هي هيجي، عرفتوا عني؟ زين هسه سوينا هاي، هسه افتهمنا. اذا اجاني بيشنت اول شيء حاقول لكم سووا لي بونز تشيك سبورت وليب سبورت 1 مليم طالع من شو اسمه البايترم من ات لو البلاين من يكون مرخي. زين الفيرتيكال جو ريليشن وراها ايش حنسوي؟ ها بعدين وراها سوينا اورينتيشن، عرفتوا؟ وراها سوينا اورينتيشن اوف ذا اوكلوزال بلين، تذكروا؟ زين ها اكيد ايش سفرت؟ زين تمام كلكم واضح؟ زين وراها ايش حنسوي؟ انا قلت لكم الاول ما راح نشتغل عليها، هسه بس اريد احطها بحلق البيشنت بس على شغله حتى افهم لكم شنو هو الفيرتيكال. الفيرتيكال هي بحيث مني البس ابر ولور يسد عليه هذا الارتفاع. زين الارتفاع مالتنا عاده احنا وجهنا يتقسم 3 اثلاث، الثلث الاول الثلث الثاني والثلث الثالث، من الانتيرير نيزل سبان الى اللور بوردر اوف ذا ماندبل هذا الثلث الثالث، عرفتوا؟ من النيزل برج هنا الى حد هاي المنطقه هم من الارتفاع. فاذا هاي الاثلاث متناسقه راح يكون شكل البيشنت متناسق. انا ما احكي بهالحكي كله، اريد شيء عملي نفس فكره الشاي. زين هم حعلمكم طريقه حتى تصيرون احسن من عندي رصه ونص باول كيس. شنو هي هاي الطريقه؟ انه البس الابر واللور ومن يكون ساد شفايفه تكون كومبتنت. هسه انا مرخيه هاي الاخت اللطيفه ما لنا علاقه. زين عيني باعوا. بس انا شنو اريدكم؟ ليش حطيت لكم اياها؟ حطيت لكم اياها مو بس عمود نشوف الحمره مالتها، بس حطيت لكم اياها حتى تشوفون الانكومبتنت لك، عرفتوا؟ زين هاي تشوفوا لي ها الكومبيتنت هذه طبعا بعدك وين؟ لا لا هاي ذكرتي لي زين هاي هنا اللي مالتنا كومبيتنت. زين عيني زين هسه فهمنا. زين باعوا من احط الاخر ولا اريد اللي مالتنا تكون كومبيتنت. زين اذا الليب مالتنا incompetent معناها vertical مالتي عالي. هسه باعوا اكو روايه طرق اراويكم شنو هي الطرق. باعوا اكو فد معادله هي vertical dimension، يعني vertical dimension vertical dimension atlas اذا نقص من vertical dimension atlas لوجين يطلع لكم freeway space. هسه اشرح لكم يا شنو هي. شوفوا لي الصوره كلكم هسه رخوا فكم لا تسدون اسنانكم انا مرخين انتم اكو سبيس شفايفنا مفتوحه انكومبتنت صارت اسناننا مو بعد مو ان كونتاكت اسناننا. هذا شو يسموه هذا فيرتيكال دايمنشن ات ريست. من السد كلكم همين تسدوا هذا شنو فيرتيكال دايمنشن ات اوكلوجن. احنا من دا نشتغل بارشل انا بس فيرتيكال دايمنشن ات اوكلوجن اقول السد سد حبطت ايش قد الارتفاع مالتي لبست الدنشر مالتي المفروض نفسه بيفور وافتر مو صحيح؟ هاي واضحه ها. زين اذا كومبليت دنشر مو عندي ستوبر اي دونت نو ايش قد الفيرتيكال دايمنشن ات اوكلوج. من اقول له سد ايش حيصير عندي؟ ايش حيصير عندي من اقول له سد؟ راح يزروب. زين من اقول له سد خطيه يسد ما عنده حدود. شفتوا انتم تي ام جي بالمحاضره اللي فاتت صح بول ومدري ايش بس كله محاط بالسوفت تشيو عندكم فلكسبيلتي مال الحركه كلش كبيره. زين عرفتوا؟ ماكو فيرتيكال دايمنشن ات اوكلوجن. فاذا اقول للبيشنت ما عنده اسنان اقول له سد حتى اعرف فيرتيكال دايمنشن ات اوكلوجن هو يضحك علي المفروض. زين؟ فشو اسوي اني؟
اعلمكم هاي الطريقه اللي هي اقول له رخي 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 حجي رخي رخي رخي. العلامه ما تصير اللبس ما انكومبتنت بس مو هيك هذا فاتح زين رخي 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 بابا رخي 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 رخي. انا شو اقول له؟ اقول له سوالو ابلع. نهايه سوالو السايكل هو اتلس. كنا هسه نهايه سوالو نبدي سنترك بالنهايه الرخي. عرفتوا هاي الترخية اللي هاي 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 شغلة خازنها الخلايا مال الدماغ. عرفتوا السوالو السنتر بالدماغ هذا خازنها حافظها عافية. فش يصير عنده من اقول له رخي يبلع ريقة ويرخي سوري يبلع ريقة يبلع ريقة. انا احاول اشوف من يبلع ريقة بنهاية البلعة ورا ما يبلع ويرخي. الترخية اللي بنهاية البلعة هي هاي vertical dimension at rest. هذه هي vertical dimension at rest. زين عيني ها اصيح لك اياه. يعني فما جاي مدخلك يلا مراحزة وما خابك يلا عيني يلا. زين عيني فهاي vertical dimension at rest بالعريقة swallowing cycle نهاية السوالو cycle عندي at rest vertical dimension at rest. على فكرة لازم يكون repeatable هاي الشرط كلش أساسي لي. يعني كل ما يعيد تطلع من نفس ال vertical dimension. احنا شو نسوي؟ نرسم عادة هل أراويكم إياها؟ لا وينه؟ يا الله عادة نرسم نقطتين نقطة على الشن على الشن مثلا وعلى النوز نقطة على المعزلة نقطة على المعدبر وأطلب من البيشنت إنه شنو؟ يبلع وأقيس هاي المسافة كل شوية. أنا ما أرسمها هنا أكو مصدر ثاني يحطها هنا واللخة هنا يعني يحطها لاترالي عرفتوا؟ ما يحطها بالمدل. أنا أفضل هاي الطريقة. ليش؟ على مود هذه هنا إذا على النوز على النوز وعلى الشن صعوبة تحطون أنتم مصدر هاي لازم تستعملون فيرنية. عرفتوا شنو؟ بينما إذا هنا شوية أسهل حيصير القياس. المهم كيفكم الفكرة إنه نحط نقطة على المعزلة ونقطة على المعدبر وأقيس بيناتهم. يرخي يبلع نهاية السوالو سايكل راح أقيس إيش قد المسافة. كل ما يعيد المفروض نفس المسافة تبقى لي. إذا تتغير معناها ما يعطيني آت ريست. عرفتوا عيني؟ نضل أهم شيء تكون هي ريبيتابل. إذا ريبيتابل ها هي. زين شنو بعد الطرق اللي تتخيلون أقدر أستعملها للفيرتيكال دايمنشن أقيسه؟ خل البيشنت يخذ حلقة لحد ما يتعب. عافية عافية على التكتال سنسيشن مالته. إيش حيسوي؟ يفتح حلقة. افتح 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 يتعب بعدين أقول له سد. من حيسد المصلز تكون كونتراكتد يعني مفتوحه صار لها فتره تعبانه فمن يسد هي تميل الى انه توصل الى مينيمم اكتيفيتي مالتها توصل للرست. هاي اول طريقه اخرى. زين بعد شنو هم تتخيلون اكو طرق؟ شكرا. بعد شنو همينه؟ هسه من قلت لكم على الحجيه هاي الاخت شنو اللي فادني؟ وقلت لكم روليت اودي واجيب كمان روح تعال تعال هنا تعال سوي لي لابتوب تعال يلا. زين شنو عافية اي شنو؟ يا اسلام ناخذ شلون جاهزة اخر شيء زين عيني صورة بطل بريفيوس وان لا مو هاي بعد بعد زين هاي الفيرتيكال خلي بس نسوي هذا هذا patient complete هذا vertical dimension at rest طلعته من احط ال record basal upper ولا ورا بحلقه ويسد المفروض تكون اقل من هذا. اكو مصادر تقول لكم 2 الى 4 باعتبار ان الفريوي سبيس 2 الى 4 فانتوا عندكم فريدم من 2 الى 4 اكو مصادر تقول 1 الى 2 عرفتوا عيني. المهم هي الفكره انه عندكم flexibility من 1 الى 4 ملي. اهم شيء اهم شيء اللبس تكون competent هاي اهم نقطة. عرفتوا؟ هاي هسه واضحة قبل ما اعبرها، واضحة اول شيء؟ هذا افتكرت شنو المخطط؟ الفري واي سبيس من عندنا؟ لا كل في كل شخص طبيعية طبيعية كل شخص عنده فري واي سبيس اللي هي فرق النشاط مال مال المسلز مالتنا. شلون راح اعرف؟ شلون حتعرف؟ اول شيء تاخذ لها ات ريست. اخذت ات ريست. احط ريكورد بيز بحلقة الابر واللور توجذر، احطها بحلقة، يسد عليها نفس أنا أريد من يسد عليها يكون أقل من أترس باو هنا شوف هنا إيش قد تشوفه؟ إي هذا شوف إيش قد صار أقل من عنده بإيش قد؟
2 الى 4 واحتمال 1 الى 4 عرفت؟ المعادله ثلاث متغيرات انا 2 مجهول لا 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 انت هذا راح يكون هذا عرفت الدكتور انا هذا مو هذا ما عرفت ثاني ما عرفت لا لا ليش هذا انت عندك 1 الى 4 2 الى 4 شنو راح يخليني اعرف من 1 الى 4 لانه عندك شفايفه تكون مزوده اهم شيء عندك استاتيك الفونيتيك مالته الليب كومبيتنس عرفت يعني مثلا بالواحد انسد وشفت الشكل مادة حلو هذه ها احطك يمه لا بس اعطينا كلها خوش زين عبالي يعني خوش زين فهسه شنو عندك انت من عندك من واحد الى اربعة هذا مو متغير هذا ثابت عرفت كل شخص يختلف انا شفايف مالتي قصيره ما راح يصير عندي ما راح الفري وقت تمشي له انه اني الكومبتنس مال اللي باحتمال تحتاج اكثر تقلل فيرتيكال مالك على مدى عندي كومبتنس مال لونج اللي باحتمال ما تحتاج فيرتيكال دايمشن اتوكلوجن نفس اترس حيصير تفهم شنو وضحت زين يلا عيني نفس زين هذا هو اللي اقول لكم عليه فيرتيكال دايمشن راح اثبت لي نقطتين انا اسوي وحده هنا وحده هنا على الجوانب أنا هاي طريقتي بس مو طريقة من عندي تراك وكتاب هندي واحدة من المصادر موجودة بيها زين عيني نسوي هاي نقطتين ونقيسها ناخذ ويلز جيج هذا ويلز جيج ونقيس هاي المسافة أو نستعمل مسطرة نسمع يا دكتور زين هذه فيرتيكال هاي قلت لكم الكومبتنس فالب هسه نفس عيني زين هاي هم حشينا عشان ترجع بالك. لا لا مؤامرة. زين. هسه. ترجع داود. زين. physiological rest position. زين أقول له patient sit at rest. زين. أقول له sit at rest. ليش يختلف؟ نفس patient مالته شنو اللي يأثر عليه؟ شو تخيلون؟ هو من يقول له رخي دا يطلع vertical dimension at rest. شنو اللي يأثر عندكم؟ شنو اللي يحدد؟ شلون؟ كونتراكشن مال البصر اول شيء بعد شنو؟ تي ام جي طبعا الاناتوم الريلاكسيشن مال التي ام جي المسلز مالته بعد شنو هم؟ ماندبل از افكتد باي ذا جرافيتي اذا بيشنت انت حاطي بالسبان بوزيشن يعطيك راس بوزيشن يختلف عن من هو قاعد بالابرايت بوزيشن عرفتوا؟ المفروض احنا ابرايت بوزيشن ما احطه بالسبان زين؟ زين بعد شنو عندنا همينه؟ إذا عنده نيورو ماسكولار ديزيز همينة تأثر عرفتوا عيني؟ بعد شنو همينة؟ مرات شنو هدا نباعو؟ أكو شغلة كلش مهمة بيشنت لتعبو لأنه هي إذا العضلات مالته تعبت ما رح ينطيني غس بوزيشن صحيح يعني مو على تفتعل بس قصدي سأبلع أسوي دكتورة مدري إيش حطيت للع من أسوي هيجي رح يتعب هو أوردي بعد هو حيكون كونفيوز ما رح يقدر يعطيني غس بوزيشن صحيح عرفتوا عيني؟ next زين هسا ال vertical dimension ماتي هسا احنا حكينا على ال vertical قلنا اهم نقطة انه اللبس ماتي مو competent اذا عندي decrease vertical dimension سويت له denture وال vertical dimension ماتي ما كان صحيح كان اكثر من 4 مليم بحيث يجي من لبسه تخيلوا هذا الصورة مال patient لابس denture ترى وتصير عندنا بالعيادة مال خامس ترى تصير patient لابس denture هذا ال vertical dimension يصير مالته هذا ايش حيصير عندي؟ أول شيء الدنجر ما يقدر يستعمله صحيح عرفتوا؟ عارفين المحاضرة ما خلصت شباب اللي يريد يحكي ياخذ راحته زين؟ فشنو عندنا أول شيء inefficiency يعني شنو الدنجر ما راح يقدر يستعمله بصورة صحيحة ما راح يقدر يسوي good chewing beat هاي أول نقطة ثاني شيء cheek biting لأنه يعني cheeks مو شو اسمه fully supported فكل ما يسد هو شفايفه خدونه كلها تدخل بين السنونه عرفتوا؟ الابيرنس مالتي هذا اللوك مالته راح يكون عنده عفيان تعرفون شنو؟ ايش حيصير عندي؟ هذا الشورت اللور ثيرد مال الفيس حيكون شورت وحيكون عنده الماندبل مالته 3-3 عوالي بروترودد زين يصير عنده همين تشن مالته ساكي تشن زين وايضا يصير عنده انجولار تشيلايتس اللي هو شنو هنا حيصير عنده؟ ليش؟ ليش؟ قدمه تكسابي ليه وشنو المشكله؟ ليش يصير عنده؟ سلايفا سلايفا راح يصير عنده جولينج اوف سلايفا منا ماكو ما عندكم سيل جود سيل اللبس فشو يصير عنده سلايفا منا تتجمع وتسوي له دائما فطريات اذا دك انكريزد نكست
إذا إنكريز أول شيء حتشوفون بلكينس وفولينس، وحتشوفون إنكومبتنت لب، لبس ما تم مزودة، تي أم جي بروبلمز حصير عنده، حتى يصير عنده صوت مالت لكي يصير أبان لبب، يعني أسنان الصوت مالتها مبين أكو لكين قوي مال الأسنان، عرفتوا؟ لأنه مفتوح بالضبط. وشنو همينة عندنا؟ حيساعدكم لونج فيس، هذا الثلث الأخير يصير كلش طويل قياساً بالباقي. أهم علامة تشوفون هي الكومبتنس مال اللب، اللبس أهم شيء بالسنترك. إحنا أنا أهم شيء عندي، أهم شيء مو عندي، يعني مو عبالكم أنا كبيرة وفيلسوفة، هو أهم شيء راحة المريض لازم عندكم كومبتنس مال اللب، شفايف مسدودة. زين عيني؟ نكست دكتور. How to measure vertical dimension at rest؟ ممكن أستعمل ريكورد قديمة، عنده كاستات قديمة بأيام الصيبة من كان عنده أسنان، عنده previous denture مفتاح عليه أقيس إيش قدر vertical dimension، عنده صور قديمة، سيفالومتر قديمة، أقدر أستعملها ممكن تساعدني حتى أعرف vertical dimension مالته. زين عيني؟ next دكتور. أنا هاي كلها ما تعجبني لأنها كلها حتى previous denture همينة مو كلش أفضلة. هسه الفيزيولوجيكال ميثود، أول شيء السوالوينج ميثود نعرفها. يلا سوالوينج ميثود نعرفها، قلت لكم نهاية كل سوالوينج سايكل شنو عندي؟ ريست. عافية عليكم. زين تكتايل سنسيشن، هاي الليثة اللي حكينا عنها، يفتح حلقة زايد يلعب نتعبه، افتح سد افتح سد، يفتح حلقة زايد شوية لان نتعبه، بعدين وراها سد، راح يسد هو رأسه بالريست بوزيشن، وراسه راح يسد، اكو راس ثاني نقطتين. الفونيتيك مالته أقول أقول يقول ام، نهاية الام اني سد حقه من جديد راح تكون عفله، لا هاي الاس بعدين هذا هاي بالتايل. زين من يقول ام هاي الام وراها بس يقول حرف الام متواصل وراها يبطل الام مالته، راح يكون هم يميل انه يكون بالرس بوزيشن الاخير، عرفتوا؟ يعني اخر شيء نهايه هاي الفونيتيك مال هذه الورد هيك يكون. زين بعد شنو عندنا؟ فيشال اكسبريشن. فيشال اكسبريشن يلا زكاتي. زين facial expression شنو facial expression؟ المسألة تعابير الوجه غير مال مصر حزين يعني؟ ليش ايش لا facial expression surprised يمكن هيك لا يضحك لا شنو فتحنا هسه احنا حاطين ابر ولور ريكورد بيت بحلقه شنو الفيشل اكسبريشن اللي مهم الفيشل اكسبريشن شنو اللي بوجهه حتى اعرف انه انكريز او ديكريز فيرتيكال دايمنشن انت ناسف لا سمايل ما مسوي شيء بحلقه شنو بحلقه شكو اذا وصلت يعني لا تنقيم هاي شنو صدق كذا لا هاي اوف انا عم شي طلعتكم اي منو كومبيتنت اي والله هيك عارفه طرقه كومبيتنس مال زين هاي فيشل اكسبريشن يا الهي تنسوها ها بنات شباب تمام زاد بقيه شبيك كومبيتنس مال الفيشل اكسبريشن اللي هو اهم شيء عندي الكومبتنس ابييرنس قصدي هو الابييرنس اهم شيء عندي الكومبتنس مال اللب ما تكون مفتوحه مثل هاي هسه شفناها ولا تكون مزوده مثل هاي هنا انا اشوفها هنا انكريز وهذا ديكريز عرفتوا عيني زين الاناتوميكال لاند ماركس هاي شنو على اساس هاي يمشون على الاثلاث ويقيسوها هذه زين هسه نجي انا بعرف هاي انا ايش يقيس الميدل مال البيوبل مال الاي الى حد الكوميشا زين بعدين وراها هذا المفروض الثلث يساوي الثلث الاخر هو انتير نيزل سبار الى الفلور بوستير بوردر اوف ذا ماندبل سوري مو بوستير انتير بوردر اوف ذا ماندبل هذه هي الاناتوميكال لاند مارك كاميرا واحده من الطرق قلت لكم انا صار لي سنين امشي بس على الفيشل اكسبريشن هذا اللي بيعت الخامس من الماضي شن هي دكتوره ما شاء الله انا جايبه لكم يعني هيك نقاط هاي ما يسوون ما نسوي لان انا ما احنا انا مشيت على طريقه الابييرنس
دكتوره انا تعلمهم طريقه الابيرنس العام شو تعلمهم هو ابو الخطين كنا نسوي ابو الخطين بس لازم لازم عندك باعوا على فكره باعوا عيني اسمعوني اكو شغله كلش مهمه سطيني هسه سطيني ايش قال 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 عيات الخامس ما يسوون باعوا عيات الخامس لي حد قال هسه كنا نسوي كنا نسوي نمشي على خطين ونقيس اترس انا كنا نستعمل طريقه السوالوينج زين بس لازم لازم هاي الطرق مو تمشون على وحده بس لازم تدمجوها ويا شغله ثانيه على بينه وفد شيء ما ملموس تعرف هي مصر ما تعرف ايش قد الكونتراكشن مالتها دا يصير دا تفتهم شنو قصدي فشنو انا دائما امشيهم على نقطتين اللي هي كانت سوالوينج زائد اهم نقطه اهم وحده عندي الكومبتنس مال الابيرنس لانه حتى مرات يطلع لك القراءه صحيحه تباوع هذا اقل 2 الى 4 مضبوط زين اقل هي اقل بس تباوع الشكل ما حلو والليب مو كومبتنت فهسه شنو اني هسه انا بالفصل الثاني دا امشيهم على طريقه هاي معود ثاني مره باوع عليك هسه محمد لا عافيه ما يصير لا بس ما اقدر احكي يا امي زين عيني فشنو عندك هنا الكومبتنس مال اللب كلش اساسيه مو شغله شكل شغله فانكشن لبس انت البيشنت دلتشر وما يقدر يسد شفايفه درايس زين عيني ما يقدر يسد حلقه تعرف شنو مشكله مو بالسده ودراي ماوث بس المشكله انه هو الوقت كله تتخيل الوقت كله انت هيك مسوي فاتح حلقك الوقت كله المسلز مالتك كونتراكتد ده تعرف ما ده يقدر يعني من ورا الدنشر مالته ما ده يقدر يوصل للميني مطعم هي المسلز مصر بيها الزيرو مصر بيها الزيرو فانكشن زيرو اكتيفيتي عرفتوا المسل مالتنا توصل مرحله مينيمم اكتيفيتي فانت ملبسه دنشر بس هو ما ده يقدر يوصل المينيمم اكتيفيتي حتى يرتاح عرفت شنو زين فبعدين وراها هسه بالفصل الثاني خاصه ولو بالفصل الاول بنهايته هم بلشت قمنا كلنا نمشي على الليب كومبتنس الليب كومبتنس اساسيه كلش الليب كومبتنس والابيرنس احنا هذا نمشي عليها عرفت زين هاي قلناها نرسم خطين ونقيس من يكون اترست بعدين وراها نحط الريكورد بيز بحلقه ويسد مثلا هنا حاطين الابر واللور شوفوا هنا ابر واللور بحلقه البيشنت من ساده ما شوفوا حتى اللبس هو هنا انا مبتسمه شويه بس مع ذلك انتم تخيلوا هذه هنا لو ما مبتسمه هنا اللبس مالته incompetent زين هنا ناخذ على فكره بما ان الابر رتبناه 1 مليم 2 مليم طالع من الابر ليب اورينتيشن اوف كلوز اون بلين كله مثبتي لب سبورت وشيك سبورت بعد ما العبي من احط اللور بحلقه واقولها سدي سد بس على اللور اخذ من اللور اكريليك واكس الى ان الفيرتيكال دايمنشن مالتي احصل على الكومبتنس مال اللب اتفقنا زين نكست دكتور خلصت زين Method of obtaining vertical dimension at occlusion هاي لبس يلبس الأبر واللور ويزيد عليه وأقيس المسافة قلناها بقنا الدكتور هاي أكو سؤال أحد عنده سؤال شيء خلصت هاي خلصت آني شكرا لحضورك الكريم يلا فوت أمشي علي خلصنا أكو أحد عنده سؤال يلا المحاضرة الجاية راح نجي على الهوريزنتال بس احنا حكينا على الفيرتيكال يا ريت تطروا لي اياها المحاضرة هاي احتمال الاسبوع الجاي نسوي كويز بيها ان شاء الله زين عيني بالمحاضرة نسوي كويز